بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم اعزائي الطلبه في درس جديد. اليوم ان شاء الله عندنا كويز لاسئله عن اسئله واجوبه لتشابتر الثامن. طبعا يعني تشابتر الثامن هو من التشابترات المهمه واللي هوايه طلاب يسالون عليه، لذلك اليوم راح نحل هذه الاسئله ان شاء الله لكم ونوضح لكم شنو المقصود بها. طبعا هنا من قايل لك show the onset and coda and its type in the following terms words. شنو المقصود بهذا الكلام؟ من يقول لي شنو معنى هذا الكلام؟ إذن المقصود بهذا السؤال نسوي أولا نسوي رسم صوتي. أول شغلة نسوي رسم صوتي ونخلي نخلي مثلا الاس شنية، السي شنية، الاس والكي والار ذن شننا، والدبل اي الكون السنتر، والان شنو نعتبره؟ الان نعتبره كودا. كذلك الاس والبي، الاي شنو نعتبره؟ طبعا انا جبت لكم اياها هنا كابيتال. يصير انا من اريد احلها اسويها كابيتال او اخليها سمول؟ الكلمه كليتها من اريد اسوي لها رسم صوتي اخليها كابيتال او اخليها سمول؟ لا اخلي الحرف الاول سمول، هو كلها يعني مشيها سمول، هذه كليتها تكون سمول. دير بالكم يعني من يجيب لك كابيتال انت تسويها سمول، تسوي لها رسم صوتي. طبعا هواي من شبه شفتكم بالامتحان من امتحانكم اكو طلاب يعني تسوي لها كابيتال. اخوان شو صدق كذي؟ شلون اسويها كابيتال غير هو رسم صوتي؟ وغير قلت لكم برسم صوتي ما يصير اسويها كابيتال. زين فدير بالك من تريد تحل سوك السمول سوي لها رسم صوتي وحلها. السؤال الثاني ستيت او ديفاين، مرات يقول لك ستيت. شنو يعني ستيت؟ شنو يعني ستيت؟ من يقول لي شنو معنى ستيت؟ يعني عرف، عبر او وضح او عرف. ديفاين يعني عرف. with example بمثال each of the following او the following phonetic terms يعني عرف لي او وضح لي مع مثال كل من التعاريف من المصطلحات الصوتية التالية. consonant cluster واضح جدا، تعريف consonant cluster يعني اللي هي consonant sequences تتابع الأصوات الصحيحة. prefinal نعم، من عنده سؤال؟ زين prefinal كذلك موجود بالملزمة. minimum syllable يعني قلنا هو أصغر مقطع. مثال علي، من يعطيني مثال على minimum syllable شنو؟ شنو؟ الاي الاي انا او مثلا الار السيلابل المقطع ايضا قلنا تعريفه واضح ومهم جدا. هذا السؤال الثاني تعريف. السؤال الثالث اختيارات. the sound r صوت الار في الكلمه سبرايش نعتبره اس بي ار، ايش نعتبره؟ بوست انيشال. ليش؟ لان الاول راح يكون بري انيشال الاس، البي راح يكون شنو؟ انيشال، والار راح يكون بوست انيشال. ثانيا means the syllable ends with the vowel، معنى هاي الكلمه تنتهي بصوت الفاول and which is the center. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني زيرو كود، يعني هذا زيرو كود يعني هو التعريف. طلاب ترى عمرات انتم من تجيكم الاسئله اظلون صافنين ما ادري ايش بيكم، ترى هو تعريف يجيب لك اياه فراغ، ترى هو تعريف يجيب لك اياه اختيار، هو نفسه يعني. ايش بيكم تطلع بالاسئله تحيرون؟ هذا نفسه تعريف جبت لكم اياه اختيار. بس هذا السؤال الثالث يعني بفكره، يقول لك كل الاصوات ممكن تكون فراغ باستثناء الها والدبليو والي. شنو؟ طبعا الاختيار الصحيح فاينل. احفظوه هذا الاختيار، احفظوا له حفظ لان هذا مهم وجايب اكثر من جامعه. واضح لهنا؟ هنا قايل لك نعم، يقول لك كل الاصوات اللغه الانجليزيه ممكن تصير فاينل، بس هذول الاصوات الها والدبليو والياء هذول ما يصير بالاخير ابدا، يعني هذول ما يقدرون يجون بالاخير ابدا. اي السؤال الثالث شنو المقصود به؟ هاش بيكم ما تعرفون منطق السؤال بالقران الكريم؟ تخبرت من قراءه الاجوبه
هذا شنو هاي طلاب معرفي لي الزيرو كودا ومعرفي لي البري فاينل. بابا ما اريد تعريف، اريد مثال. هاي وحده. شغله ثانيه، نصكم ما مسوي لي رسم صوتي. بابا انا شو اسوي بالكلمه؟ صدق كذي انا شو اسوي بالكلمه اخوان؟ انا ما اريد كلمه، اريد احنا الصوت نتعامل مع الرموز الصوتيه. جايني انت وكاتب لي كلمه، شو اسوي بالكلمه؟ انا ما اريد حروف، انا اريد صوت، اريد رسم صوتي. يعني لو تكتب لي بس رسم صوتي احسن لك، تجيني كاتب لي الكلمه، شو اسوي بيها؟ انا غلط استاذ، انا ما اشتبهت، ما يعني هذا اول امتحان وما اعرف انه لازم نكتب. طبعا شلون ما يصير شلون يعني؟ هذا لازم تكون عارف. نعم دامبلهم كتبتها كلمات. لا غلط لازم تكون رسم صوتي. يعني اذا انت ما كاتب رسم صوتي، شو كاتب لي كلمه؟ انا يجوز هاي الكلمه تنقري غير شيء. شلون اعرفك انت تعرفها صح؟ شلون اعرفك انا مو صح؟ صحيح زين. وهنا السؤال الرابع قال لك answer the following، جاوب لي، عرف لي الانسيت بمثال بالانسيت اند سيلبر. ترى هاي اند سيلبر هاي فيك، ترى كل شيء ماكو، هي تعريف الانسيت نفسه تجيبها تحط، هي لا اكثر ولا اقل. give an example وانطيني مثال. سؤال الرابع، عرف الكونسوننت كلاستر give an example. ترى هي نفسه مرات الطالب، ترى انا جايب الكونسوننت كلاستر جايبه سؤالين، جايب لك اياه هناك تعريف وهنا جايب لك اياه فيك. define the consonant cluster، ترى هو نفسه مرات انت من تشوف السؤال تحير بيه، تقول هاي شنو هذا السؤال، تقول هذا صعب، بس هو ترى كل شيء ما بيه هو مجرد تعريف. وجيب الكاف فيك give an example وكذا، ترى هو نفس السؤال. زين عيني، هذه هي اسئله، ان شاء الله تستفادون من عندها يا ربي.